اهلا بالمتتبعات ديال الوفيات. بما ان العيد ما بقاش ليه بزاف فقلت غادي ندير معكم تحضيرات العيد من ازاله الشعر. غادي نستعمل لاسيغ كيف ما شفتوا. هاد لاسيغ اللي كنستعمل انا على شكل حبيبات كندوبها على هاد الشكل هذا وكنبردها شويه. واخا تشوفوا هاد دايبه وسخونه دابا كنبردها شويه في يدي وكنابليكيها. البنات اللي ما عرفوش الطريقه ديالها شفتوا البنات راه كنخليها بحال اون بات وما كنخليهاش كتبرد على وجهي. اون فوا كنابليكيها كتكون باقا بحال اون بات هكذاك وكنحيدها. ضروري باش نديرو لاسيغ وما درناش خاص اليد ديالنا تكون فاغم. نحيدو لاسيغ بواحد الطريقه اللي قاصحه نقصحو يدنا سينو غادي نضرو راسنا ما غاديش نهزو الزغب. بالنسبه لهاد لاسيغ هادي سهله بزاف يعني هادي ديال الحبيبات اللي كدوب كنصح بها البنات اللي عاد بغاو يتعلمو لاسيغ. ماشي ضروري تكون عندهم اون فورماسيون ديال استيتيسيان باش يتعلمو فيها. سهله في الخدمه ماشي صعيبه بحال هذيك ديال البو اللي كتذوب كتكون شويه مسمومه. بالنسبه لهاد لاسيغ انا كنستعمل هذوك الجوانب اللي شفتو لان تما عندي الزغب كتير وعندي رقيق ما كيتهجش لا بالشفره ما كيتحيد ليش لا بالشفره لا بالبانسابو. فكنستعمل لاسيغ. عندي مناطق اخرى كتكون عندي فيها حساسيه من لاسيغ بحال اليدين والرجلين ما كنديرش ليهم لاسيغ غير الغازوار. هنايا كنستعمل الشفره باش كنحيد بها شي مناطق اخرى من الوجه. يعني كنحاول انني نتفادى ندير لاسيغ في وجهي كامل لان لاسيغ عندها واحد المنافع يعني كتحيد الزغب من الجدره ولكن المشكل ديالها انها كتقدر دير لنا ان غولاجمون سورتو تحت الحجبان هذيك الجلده ديال اللي كتكون عندنا يعني تحت الحجبان ديالنا. مع الوقت يعني كتغلعش وهذا الشيء علاش خاصنا ضروري نبقاو نديرو غير البانسابو سينو ان غازوار تحت حجباننا. هنا هي المرحله الثانيه غسلت وجهي وهنا غادي ندير واحد الكوماج خفيف. هاد الكوماج ديال سانت ايفز اللي عجبني بزاف مؤخرا كنستعملو الثمن ديالو جد مناسب ومنطو في واحد الحبيبات رقيقه وانا ما محتاجاش ان كوماج بروفون. علاش؟ لانني ديجا يعني حيد صاب من وجهي وكتعرفوا مين كديروا لاسيغ ولا كتستعملوا ديك الشفره كتحيدوا ديجا واحد الكميه ديال الشعر مع الجل الميت. وايضا حتى هادوك لي بوان نوار اللي تيكونوا سطحيين تيكونوش غارقين راه كيتحيدوا بلاسيغ ولا بهذاك الغازوار. صافي هنايا كيف ما كنقول لكم كوماج حركه دائريه على هذا الشكل هذا خصوصا في المنطقه دي باش كيطلعوا لينا دوك لي بوان نوار. هذا هو الدور ديال الكوماج. انا لي بوان نوار تيطلعوا لينا وكيجيونا ساهلين في التحياد. هنايا مرحله مهمه وهي ديال الفاب باش كنسخنوا الوجه ديالنا وكنحلوا لي بوغ ديال الوجه ديالنا وكنبداو كنحيدوا لي بوان نوار. هنايا بما ان عندي بزاف ديال لي بوان نوار هذا رمضان ما درتش ريجيم فبالتالي نادوا ليا بزاف ديال لي بوان نوار وحتى مشكله ديال الاكني ناد ليا زعما الحبوب شويه ديال الحبوب في الجبهه ديالي وفي جهه ديال الحناك ديالي. فهنايا غنستعمل هاد الباتوني هذا ديال لي بوان نوار اللي كيتباع كيف ما كنقول لكم ديما عند مالي الماكياج. خاص الراس ديالو يكون ليس باش ما يجرحكمش ويكون وجهكم يعني سخون مزيان بالبخار. انا كنصحكم تاخذوا هاد لا ماشين الثمن ديالها جد مناسب وما غاديش تندموا عليها. صافي وكنبقى كنحيد لي بوان نوار بشويه 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 بلا ما نجرح راسي
وكونوا متاكدين الا كان وجهكم سخون مزيان يعني وكانوا محلولين لي بور ما غاديش تخليو لي تراس، واخا تشوفوا هاد لي روجار هادو، لان من بعد قبضت دي كوتون ديسك وحيت شويه نقيت هادوك الحبوب اللي كانوا عندي لان داروا لي دي بوان نوار، ولكن غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو لان هاد الحموره ما غاديش تبقى. صافي هنا غسلت وجهي مزيان باش كنحيد هادوك الدهون ديال لي بوان نوار اللي حيت، ون ابليكي الماسك ديالي، هاد الماسك ديال لارجيل طين الهندي اللي خلطته مع الخل ديال التفاح. غادي ندير معاكم هاد الوصفه هادي خصوصا البنات اللي عندهم المشكله ديال لاكني وما عندهمش لابو سنسيبل، لان يعني صاحبتي عندها لابو سنسيبل. هاد الماسك هذا واخا معروف دار ليها احمرار في وجهها لمدة 48 ساعة حتى كانت تمشي عند انديرماتو، فهو يعني كيدير لكم واحد كتحسي بداك الحبوب كيتحرقوا. بحال دابا انا دابا او ميم طون كان ابليكي لو ماسك وكنحس بان هذوك الحبوب يعني كياكلوني، ولكن ما كيخليش ليا احمرار. البنات هذه هي النتيجة النهائية، تقدروا تشوفوا هذوك الحبيبات لي عندي في الجبهه هنايا وعندي في يعني في هاد لي بارتي هادو. المهم حيت منهم لي بوان نوار، غادي يبقاو شويه حمرين ما غاديش يخليو لي تراس لان ساينتهم حتى شويه دوك لي بوان نوار طابو عاد حيتهم. ف هنايا غادي نيدغاتي وجهي بعد ما شوف داك الماسك كينفع بزاف صراحه، راه طفاو ليا بزاف وجهي. ندير هاد الساغون ديال اورديناري اللي صراحه نفعني بزاف زوين. صافي دابا غادي نحاول ما نتعرضش لحراره المطبخ. ضروري ترطيب الشفاه. شفت واحد الماسك ديال لي ليفغ من لانيج مازال ما خديتوش، قريت عليه في انترنت، ولكن الا شريتو راه غادي ندير لكم عليه فيديو البنات. صافي هذا هو هذه هي لا فيديو ديالي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد منها. هنا البنات كتشوفوا ديجا ليكلا، واخا هاد المشكله ديال هاد الحبوب، ولكن اون جينيرال واخا كلشي راه كنحس بلابو ديالي نفسات شويه بهاد لو سوان وحيد صغاب. ومهم بقى لي غير ندير ان ماسك لشعري وندير حمام مغربي وصافي، والبيسه ديال العيد وشويه ديال الماكياج وصافي بركه. هادشي اللي كاين، كنشكركم على المشاهده.